اخ يا راسي، ما عم يصيب ابنه. بنت الشوارع بدها تموت ولادي وتحرمني منهم يا ربي. مصطفى ما عم يرد عليكي؟ لا ما عم يرد. طبعا لك، كيف بده يرد؟ فهميني كيف بده يرد وهو راكد وراها وحامل روحه على كفه. مرت عمي بترجاكي اهدي ولا تزودي علينا، من غير شي انا قلبي رح يوقف. يا ربي دخيلك. انت مو فارقه معي، لانه اللي رح ينقتلوا هنن ولادي انا. اذا هنن ولادك فابنك مصطفى بيكون جوزي واخواته اخواتي. ولك مجنونه، شو عم تعملي؟ رايحة دور عليهم. آسية وقفي، من كل عقلك أخذ البارودة ورايحة. وقفي آسية. مستحيل، لازم روح. آسية آسية وقفي يا بنت، تعي. أنا لو عرفاني هيك ما فيكي عقل ما كنت جوزتك لأبني. لك وقفي.